تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم يعتزم القيام بتظاهرات يوم الجمعة المقبل في المحافظة وعدد من المحافظات، ويعتزم التيار تحويل التظاهرات إلى عصيان مدني إذا لم تتحقق مطالبهم المتمثلة بتحسين أوضاع المعيشة كما يدعي، والخدمات والأمن وحصر السلاح بيد الدولة. دعونا نتابع رسالة أتباع عمار الحكيم الآن على بركة الله. إحنا بالبصرة، الفيحاء، فيحاء الجنوب، المدينة الأقرب إلى قلبي، شهيد المحراب وعزيز العراق وسماحة القائد السيد عمار الحكيم. جينا وحكينا بالمظاهرات المليونية اللي راح تكون يوم الجمعة القادم بإذن الله، واللي نرفع بيها راية شعبنا ووطننا والمطالب الحقة، وجمهور وقيادات هذا الحضور القيادي البصري يحب يوجه رسالة لكل أبناء تيارنا وإلى قياداتنا وإلى سماحة السيد عمار الحكيم. فشو تقولون؟